إذن كما تابعنا مشاهدينا، لم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم رجب طيب أردوغان، كمال كليتشدار أوغلو وسينان أوغلو ومحرم إنجي، لم يتمكنوا. محرم إنجي بالطبع الذي سحب ترشيحه من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز 100% من أصوات الناخبين، حيث تقدم أردوغان على منافسيه لكنه لم يتجاوز نسبة 50%، هي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات. جولة الإعادة مشاهدينا ستكون يوم 28 مايو الجاري، أي بعد أسبوعين من الآن تحديدا. لكن متى أدخل نظام الانتخابات الحالي إلى تركيا؟ تم إدخال هذا النظام الانتخابي لأول مرة للانتخابات الرئاسية لعام 2014، عندما حل محل نظام الانتخابات غير المباشرة الذي تم بموجبه انتخاب الرئيس من قبل البرلمان. نتعرف أكثر على النظام الانتخابي الحالي في تركيا. أما ما هي ردود أفعال الخصمين من هذه النتائج؟ سنبدأ مع الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الذي قال قبل قليل إن الشعب قرر قراره وسنضاعف الأصوات التي حصلنا عليها في الجولة الأولى ونحقق فوزا تاريخيا، وشدد أردوغان على أنه سيخرج من جولة الإعادة هذه منتصرا وبفارق كبير، هذا وفق تعبيره. أما منافسه مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة التركية كمال كليتشدار أوغلو، فقال إنه سيقبل أيضا قرار الشعب بإجراء جولة إعادة، مضيفا أنه سيفوز في هذه الجولة. اللافت للانتباه مشاهدينا هو المهزوم الوحيد بين المرشحين الثلاثة على منصب الرئيس، وقد يتحكم مسبقا بنتيجة الجولة الثانية التي من المقرر إجراؤها في 28 مايو كما ذكرنا الجاري، بين رجب طيب أردوغان ومنافسه فيها كليتشدار أوغلو، لأن المهزوم هنا وهو سينان أوغان البالغ من العمر 55 عاما نال نسبته 5.21% من الأصوات، أي تقريبا 3 ملايين هي كافية لتصبح القشة التي تقسم ظهر البعير حين يدعو قاعدته الانتخابية إلى دعم أحد المتنافسين الاثنين والتصويت له في جولة الإعادة هذه، ما سيجعل أحد هذين المرشحين رئيسا للبلاد. سينان الموصوف بكاره للأجانب خصوصا اللاجئين السوريين يعلم جيدا أهمية ما وصل إليه، وهذا ما قاله اليوم لوسائل إعلام تركية. سينان أوغان إذن عاد بعد ذلك ليؤكد أن مرشح تحالف المعارضة لم ينجح في إقناع الشعب، وهنا يتحدث عن كليتشدار أوغلو، وشدد على أن مواجهة الإرهاب وإعادة اللاجئين أيضا أهم نقاط التفاوض مع أردوغان وكليتشدار أوغلو، وختم قائلا أنه سيدعم كليتشدار أوغلو فقط إذا ما امتنع عن تقديم تنازلات للأكراد.